المجاهد الصني والشيعي والكردي والعربي، أنا أعتقد أن استقرار العراق مهم جدا لاستقرار المنطقة. تفاجئنا بسيارات، يعني سيارة تمر منا، سيارة تمر منا، رايات، الراية مال داعش، مال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومسلحة، صارت مسلحات أول مرة، مسلحات ورانا ماكو، بعدين صارت مسلحات وين؟ ورانا مسلحات وملثمين، فتليفوناتنا عندنا، طلعت التليفون، اتصلت على والدي من ماكو بعد، خابرت لأبويا، صعدونا على أساس بأنه نروح لسامرة نازلين لها أنه كل شيء ماكو، يعني إحنا طلقة ما ثار علينا، ماكو شيء نازلين لها أنه كيفين نازلين لها أنه كل شيء ما عنده. فخابرت قلت لأبويا أنا صعدنا بالسيارات على أساس سامرة، وصار قلب الحديث كله، وهاي سيارات داعش وملثمين. قال شلون صعدت؟ قلت له يا ابوي هاي بعد صارت، صعدنا بانه على اساس ودنا لسامرة، بعد لا تخابرني، اذا عديل انا واذا ميت في مالا. بكى والدي، سمعته بالتليفون، سديت التليفون. يجب ان يعرف العالم اجمع بأن تنظيم الدولة الإسلامية داعش وقبل القاعدة في العراق، هؤلاء استهدفوا الجميع، هؤلاء ضد الإنسانية، هؤلاء حتى يقتلوا أنفسهم، وإعدامات مستمرة داخل نينوى الآن، بعضهم ضد البعض الآخر، البعض يتهم البعض الآخر بالعمالة وبالعدم الولاء للخليفة وما أشبه. فصعدونا أربعة، فواحد صاح جيب الإعلام، اجى الإعلام عنده كاميرا وجابوا علم أسود، بس العلم مو من هالعلم صغير، علم كبير ذبوه علينا، فدا يعذبون بينا وإحنا فوق بالسيارة. قال ينزل واحد واحد، وشارك منا أنا تقريب مساحة متر، انت تمشي بالنص وهم واقفين منه ومنه يضربون. ISIS then separated the Sunni soldiers from the Shia. The majority of them who were Shia began to realize that one by one they will be led to their deaths. However, ISIS did not simply kill them swiftly. They first put the Shia soldiers through indescribable types of torture. هذا مذهب أو هذه طريقة أوجدتها مدرسة إسلامية منحرفة أساءت فهم الإسلام، وأقصد بذلك الوهابية بالضبط، ومدرسة ابن تيمية التي أوجدت هذا النوع من التفكير، وهو إلغاء الآخر وتهميش الآخر وتكفير الآخر. أي واحد ليس معي يعني خارج عن الإسلام ويجب أن يقتل. هم أجانب يعني اللي هم قادوا هاي العمليات مالتهم، وهاي أفكارهم طبعا، والباقين اللي وياهم هنا هم جماعة حزب البعث وضباط الأمن السابقين، ضباط المخابرات والاستخبارات اللي كانوا بزمن صدام، هم اللي احتضنوهم ببيوتهم طبعا. سمعنا وفتح الباب، طبع علينا واحد من أهل تكريتي، قالت أكدت منهم كلهم رافضية؟ قال ما أعرف. وقال يا ولي اسمعوا، ياها شيعي وياها سني، السني يرفع يده، بس أقسم بالله اللي يقول سني ويطلع مو سني شيعي أخليه يتمنى الموت. وادم رفعت بيها، بس من سمعت حكي ردت بيها، صفة وثلاثة وأربعة من عندنا. وصل سرها من صاحبي وياي، خذوا والله قدامي، لحد ما وصل السرى طلعوني أني وبعد اثنين وياي، ثلاثة وياي، صحنا أربعة، وجماعة من
من القاعة وياي ديك القاعة الثانية، فمجموعة تصير دنك دنك. فمن طلعنا باب القاعة دولة مكان اللي يبطحونه بيه بالبداية، جثة هناك جثة هناك جثة هناك، هاي من التعذيب يعني واقعين يضرب على رأسه فأكو بيهم ما يستحملون. فواحد والله بالقاعة وياي مات واحد فجأة مات من الرعوب من الخوف ما أعرف، مضروب برأسه فمات والله على رجلي مات. فمن طلعنا قال وين طلعتهم؟ ذاك اكو واحد يهاجر وين طلعتهم؟ قال اوديهم، قال الممر متروس، قال رجعهم للقاعة، قال لا قفلت، قال وقفهم على الساتر مال التراب على ما يفرغ الممر ووديهم. ISIS filmed their monstrosities, documenting their own crimes as an act of propaganda. They filmed innocent young men being shot in the head in a style known for execution. They disposed of their bodies by either throwing them in the nearby river or mass burying them in graves. هلفنا يجيبون شلون احنا جابونه، هم جابوا لوري شلون احنا اللوري جابونه بسيارة كبيرة الحين. هلفنا جابوا سيارة مثلنا، وهاي السيارة مثلنا من جابوها هم بيها شباب وهاي كلش. شافوا وقفت السيارة، شافوا الجثث الموجودة بهذا، وشافونا شلون شافونا دمنا يسيل من روسنا وهاي، فخافوا. من خافوا طافروا منين؟ من السيارة. فمن طافروا صارت رعبة هذا المكان كله، شلون نقول احنا ثيلة والهذا واقفين بالباب. فهم اختبصوا كلش مسلحين، اختبصوا كله فركضوا عليهم، هذا اللي يركض هيك شيء، هذا اللي يركض هيك شيء، هذا اللي يشريط، هذا اللي يضربونه، فهذا اللي واقف علينا ركض علينا على دول اللي شرده. فباوعنا يعني مسافة، بس احنا من قبل لا هاي شفل هيك يعني شفل، اكو شفل يشتغل شفل يحفر يدفن ما اعرفه، فالظاهر يعني يدفن بالجثيث او يدفن بالوادم عدله ما اعرف، بس بطرف عيني شفته شفل على يعني مسافة بعيدة بس بصفحة عيني ما تقدر تفتري ضربك ممنوع تشي راسه. فمن شفناه باوعناه له، بعد شفناه ركض على ذوله فطفرنا الساتر مال التراب، بس احنا ما مقيدين ايدينا بعدنا ما مقيدة، طفرنا الساتر مال التراب، طفرنا الساتر مال التراب ركضنا. فمسافة يلا حسبينا، فمن حاسبين رمانة من رمانة وقع، والثاني وياهم وقع، فضلنا اثنين نركض أنا وولد من أهل الحلة اسمه أمير. ظاهر and a handful of fellow cadets managed to escape from the clutches of ISIS. Sadly, two men who were running alongside him were shot dead. Zahir enlisted the help of local Sunni tribesmen and made his way back home to a town on the outskirts of Najaf. To this date, these young men murdered during the massacre in June remain nameless and unaccounted for. What remains certain is that they were betrayed and killed mercilessly by their own people. الحرب ليست بين السنة والشيعة، الحرب بين التطرف والاعتدال، الحرب بين متوحشون وحضاريون، وليست بين الشيعة والسنة أبدا. لذلك الإرهاب الداعشي وإن كان يدعي الدفاع عن الطائفة السنية الكريمة، ولكنه لا يمكن أن يمثل مذهبا أو طائفة أو ديانة معينة، وإنما هو عدو للإنسان. The family members of those men who were massacred have held endless protests. They have been campaigning for justice, for the truth, for their family members, for their people, and for Iraq. A distressed mother met the officials of the Iraqi parliament. Her anger
her expressions of pain and anguish caused her to throw her veil in anger. This brought the parliament to tears. إذا لم تكن المرجعية الدينية العليا المتمثلة بآية الله العظمى سيد علي السيستاني موجودة لكانت بغداد الآن يحكمها الإرهابيون القتلة. مرجعية في الوقت المناسب في الزمان المناسب تدخلت وأوقفت زحف الهمجي نحو وسط العراق وجنوبه. كادوا أن يأخذوا سامراء ويزحفوا على بغداد وعلى كربلاء وعلى النجف ويرتكبوا مجازر يروح ضحيتها مئات الآلاف، ولكن المرجعية نزلت وتصدت وعبأت الشارع وحشدت الشارع. فإن مسؤولية التصدي لهم ومقاتلتهم هي مسؤولية الجميع، ولا تختص بطائفة دون أخرى أو بطرف دون آخر. صفا واحدا مع قواتنا الأمنية، وإذا احتاجنا العراق أو القوات الأمنية أن ننزع هذه العمامة لكي نرتدي لباس العسكرية ارتديناه وكنا جنودا في صفوف الجيش العراقي الفاسد. مش معنا صعبات الصوت ما هو قالوا هذا حركة سيارة من ضربنا من القارعة المدنية ساعة 11:30 جت سريعة وضربت السيطرة مالتها فعبالهم ماكو حركة تشرب وضربوا والله يا اخي هدفنا احنا ما كنا جايين لهنا كنا قاعدين كل واحد في بيته الهدف اللي جابنا هؤلاء الارذال الدواعش الدواعش هتكوا الدين هتكوا الحرث هتكوا النسل ما خلوا قيمة إنسانية للبشر لذلك لبينا نداء المرجعية وأجينا إلى هنا لأجل مقاتلة هؤلاء الأرذال. أنا بالأوجة بتكريت من قصوص الدم هاي قصوص الدم دل على سامرة وعلى الأوجة هناك من حصبنا ثلاث أيام من حصبنا لا أكل لا شرب ولا سلاح بالعكس ما فكرت برجع عمد بالعكس فكرت بنقدم قبل الشهادة فكرت بالنصر حصل على النصر وبعدين حصل الشهادة من الشهادة هي شرف أحسن شيء هي الشهادة كل الله راضي علي وأهلي راضين هاي الشهادة الشهادة بدون رضا الله ورضا الوالدة ما فايدة. After the grand scholar Ayatollah Sistani in Najaf issued a fatwa, a call, encouraging every able body to defend Iraq, thousands of men signed up to the voluntary army. Officials in Iraq suggest that as many as 2 million Iraqis signed up to join the voluntary army. People sought this to be an act of religious obligation, for the Ayatollah is believed to be a successor, a link between the people and the awaited 12th Holy Imam. ولذلك أبارك لكم إنكم لبيتم هذه الدعوة دعوة المرجعية وتوجهتم إلى جبهات القتال للقتال مع عصابات ضالة مضلة ليس لديها أي أخلاق ولا دين ولا أعراف أن نلبي نداء المرجعية وأن نكون عند حسن بالتأكيد المرجعية الدينية هي تمثل أبوة لجميع المسلمين وخصوصا بالعراق والفتوى الأخيرة للإمام السيستاني أطال الله عمره الشريف بالجهاد الكفائي هو الذي أنقذ العراق وأن العراق كان ذهب في مهب الريح وأصبح تحت سيطرة داعش
الآلاف، لم نقل هنالك الملايين من تطوع تلبية نداء المرجعية من السنة والشيعة وحتى الصابئة والمسيح، ووقفوا بوجه الأوهاب، والآن بدأ صفحة التقدم والهجوم وتحرير كثير من المناطق. السلام عليكم. المقصود بكلمة الجهاد، الجهاد هو دفاع عن الأعراض، عن المقدسات، عن الأرض، عن الوطن. هاي تعصبت. إخواني الأعزاء، أنتم اليوم متصدين في جبهة النصر والقاهرة. أنا أسأل سؤال، أكو أحد غيركم؟ نعم. أولاً أنتم متصدين، هذا اللي مركزنا شغلتين مهمتين. الشغلة الأولى أنه إطاعة المسؤولين، وإحنا عندنا أوامر من المرجعية يقول لابد أن حتى لو تدري بي إنه على خلاف، تدري بي إنه هذا الشارع بالغار، بيقول لك فوت بي فوت بي بعد انتهى. ما بدي ناقش ليش وما أدري شنو كذا. اثنين، تعليم قواتكم على الطاعة، لأنه إذا أنت تطيع قواتك ما تطيع إنهم طاعة. واللي أرجو من سماحة الشيخ لا يبقى فقط في فوجة مواطن موجود هنا، اللي أطلب أنه على كل الأفواج حتى لو من فوج فوج موجود يجمعهم، باعتبار إحنا اليوم عندنا نقطة فراغ. الطاعة مهمة والتواصل مع أخوانكم مهمة. اسمع مشاكله، اسمع أموره. صحيح دورات الأمور والمشاكل مو بذاك الحل، بس من يسمع من عندك كلمة يقتنع بها، من يسمع حديث يقتنع بها، تواصلك وياهم يقتنع. اليوم احنا مجاهدين قدام بالعباد يتفجرون، انتم خصوص لواءكم مو بالفارسية، وقدام بالعبوات يتفجرون ونشوف القتل والشهادة أمامنا، وإحنا لم نترك ونخطي. هذا ما موجودة عجز، ما موجودة عند بعض الأئمة، لو موجودة هاي مجاهدين وناس. وإحنا اليوم ما عندنا إمام ويانا حاضر، ولبينا نداء المرجعية حقيقة، هم الحلقة الرابطة بينهم ووكلاء الإمام صاحب الزمان عجز. فاليوم إحنا نتباهى لله سبحانه وتعالى ونشكر الله سبحانه وتعالى على النعمة اللي أعطانا إياها. صحيح أنا جاني أحد أمر أسرايا بفوجه بالرياض، قال لي حجي عندنا مشاكل مدري شنو كذا. أنا هيك قلت له سألت سؤال، قال إيه، قلت له 2003 عندنا داعش، قال لا، قلت له 2014 جانا داعش. لتصور المشاكل تنتهي، ولا نصور المعوقات تنتهي، ولا تصور الإمكانيات. إحنا ما طول خط أهل البيت مشاكلنا أمامنا أصعب تجي. Shia Muslims believe that the 12 Imams are successors to the Prophet Muhammad, peace be upon him. The first Imam being Imam Ali, who was buried in Najaf, and the 12th being Imam Mahdi, who according to Shia doctrine is still in occultation and will reappear to bring peace and equity for humanity across the globe. نجاهد أنفسنا ونحضر أنفسنا لظهور صاحب الزمان عجلة الرشد، ونتوقع يومي يظهر. إذا ظهر هل فعلا إحنا بالمظهر اللائق؟ هل نستاهل أن نكون نحن جنوده؟ وندعو يوميا نقول اللهم اجعلنا من جنود صاحب الزمان، ويوميا ندعي دعاء الفرج. هذا دعاء الفرج بمناسبة عهد بيننا وبيننا، أنه ندعو الله سبحانه وتعالى أن يظهر صاحب الزمان وأن نكون نحن جنوده. إذا نكون نحن جنوده، هل مهين أنفسنا؟ هل إحنا على استعداد كامل؟ هل يرضى بأعمالنا الإمام صاحب الزمان؟ وإحنا مؤمنين إن شاء الله هذا الجيش سوف يستمر ويكثر ويسلم، وإن شاء الله تسلم الرأي إلى صاحب العصر والزمان، وأنتم إن شاء الله مقدمة لتشكيل هذا الجيش المليوني. والله احنا قسمنا، قسمنا امام الله وقسمنا امام المرجعية، اي شبر تحت ايد الدواعش ما راح يخلص من ايدينا، نواصل الاخر قطرة دماء بينا، نوصل ونحقق الاهداف اللي نسترجع كل شبر اللي راح من عندنا، ويرجع الوطن سالم غالم تحت قيادتنا وتحت هماتنا مرجعيتنا الرشيدة، حتى الناس تعيش بأمان وبسلامة، اللي حتى يزورون عتباتهم المقدسة براحتهم وهماتنا.
لواء كربلاء is a brigade formed in Karbala, featuring a combination of various political factions tasked to protect the nearby city of Hilla and the holy cities of Najaf and Karbala. The battalion known as Badr is a key block in this operation. We gained exclusive access to accompany them on the front line against ISIS in the recently liberated Jurfa Sakhar, a region near Karbala. هاي في الكمال مسير طريق كربلاء بغداد. طبعا نهر الفرات منين يجي؟ من المسيب على اليمن على الجروف على عملية فلوجة إلى آخره. هاي المنطقة بحيرات سموها، وهاي المنطقة الجروف سعيدات فارسية عبدويس صنيديج فاضلية. لهنا الجسر هذا اللي تهدم إن شاء الله هنوديكم عليه، هذا جسر فاضلية. بس هاي المنطقة كلها تقريبا 40 كيلو من جسر فاضلية. أكو طريق من طريقين يطلعن على عملية فلوجة 33 كيلو تقريبا. هسه هاي كلها بيد الحج الشعبي، هاي المنطقة كلها بيد الحج الشعبي بيد المجاهدين. جرفة الصخر is a town northeast of Karbala. The road leading from Karbala to Musayib takes you either to the north of Baghdad or towards جرفة الصخر, which is separated into five areas: Saadat, Farsiya, Abdways, Snadij, and Amriyat al-Falluja. During the US occupation of Iraq from 2004 to 2008, this region towards the south of Baghdad experienced high levels of sectarian violence. The areas in Muhammadiyya district, including Yusufiya, Iskandariya, Latifiya, and Jurf al-Sakhar, are known as the Triangle of Death. This forbidden Triangle of Death often saw catastrophic attacks targeted against innocent civilians. This region recently fell to the Iraqi Voluntary Army in October 2014. We are about to enter Jurf al-Sakhar 6 weeks after the army of volunteers sought victory. ناحية جرف النصر إن شاء الله اللي كانت سموها جرف الصخر. هسه كبداية إحنا نمر على الأخوة بالأفواج، فوج ضبران، فوج بدر الحلة، وبعدها هم عندنا عمليات إن شاء الله على منطقة عويسات فوق منطقة الخضر. هاي المنطقة هم وصلت معلومات استخباراتية أنه هي فوق منطقة الجرف ب15 كيلو. وعندكم علم هاي المنطقة المعلومة الموجودة عنها أنه بعض الإرهابيين موجودين فإن شاء الله اليوم أو بعد أو يوم باكر بعد باكر أنه نتوجه عليها بالتبشير تبشير هاي المنطقة. فاحنا مكلفين على انه ندافع عن وطننا، مكلفين ندافع عن اهلنا، عن ناسنا، عن شرفنا، عن الارض اللي احتضنتنا. لذلك انه احنا طلعنا للجهاد، واحنا قلت لك بامر المرجعيه، فاللي تقول المرجعيه احنا لازم ننفذه. طبعا بالمناسبه انه كانت جرف الصخر حد هاي النقطة أو النقطة اللي بعدها قبلها ماكو بعد هاي منطقة خطر، سيارات مدنية ماكو، سيارات مدنية مطلوب، فقط داعش هنا موجود. اللي يجي بالاشتباه ويدخل ينقتل، ينذبح يمثل بيها، مو بس ينذبح. هسه هاي العوائل رجعت بعد لبيوتها، بينما
اذا انا مش بعد 5 كيلوات عوائل ما عنديش منطقة ملغومة، منطقة مفخخة، كل البيوت او اغلب البيوت مفخخة بعبوات، فحتى سيارة مدنية هناك ما تدخل. هاي اول سيطرة لنا. لا شك ان داعش اليوم يمثل عدو مشترك. لاحظنا ان مجموعات سياسية منوعة من اهل السنة اجتمعوا في مؤتمر في اربيل مؤخرا، وكان عنوان الاجتماع مواجهة داعش. هذا تطور نوعي في المكون السني حينما يعلن جهارا ووضوحا بأنه يعادي داعش ويقف ليقاتل داعش. وهناك عشائر سنية كريمة اليوم في العديد من المناطق والمحافظات العراقية تعلن استعدادها لمواجهة داعش وتطلب الدعم والسلاح والتدريب من الحكومة العراقية، والحكومة تقوم بواجباتها في هذا الأمر. أنا أعتقد أن امتزاج الدماء وحضورنا المشترك في هذه المواجهة عزز الحالة الوطنية. عندما نجد أنه عشائر الرمادي تطالب المرجعية بالإسناد، وعندما نجد أبناء الرمادي موجودين في كربلاء وفي ضيافة العتبة الحسينية والعباسية، هذه كلها رسائل تطمين وثقة. ولا ما أقوى أتفق الشعب سنعيد هاي فرعوا خبور العدم فيه يحبون يسوون يخربون الإرهاب، ولا إحنا كلها واحد، مذهبنا واحد، سنة وشعب واحد واحد، ولو سنة جاي يزورون سيد الحسين، سيد العباس، سيد علي، هم جاي يحترموننا ويقدروننا، والله حتى سنة سنة ولا نحن تكيد من عود أنا مسافر رحت 3 أشهر بيانا السنة والله بالبغداد بالكرادة بال52 يعني منطقتي أدركهم وأعرفهم عندي أرقامهم خابر. This ghostly town, located on the banks of the Euphrates, has now been renamed to reflect the triumph and victory of the voluntary army against ISIS, who were driven out. Jurfa Sakhar, or the Rocky Bank, has been named Jurfa Nasr, the Bank of Victory. طبعاً هاي البيوت منطقة السعادات بجرف الصخر. هاي البيوت كانت المن، كانت للقيادات الدواعش، وهي مقدمة جرف الصخر منطقة السعيدات. الآن مكاتبنا، مكاتبنا الرئيسية، مثلا لواء كربلاء الحشد الشعبي اللي هو بدر والرضوان ومنظمة عمل الإسلامي، أخذوا مثلا مقر هنا بالسعيدات اللي كان مقر للدواعش وقياداتهم. أما كتائب حزب الله مثلا والعصائب هم قدامنا هناك، الأخوة العصائب، عصائب أهل الحق، اتخذوا هاي البيوت مقرات لهم. هاي اللي تشوفوها هسه، هاي كانت مقرات الدواعش الرئيسيه، الان مقرات الحشد الشعبي. واضح جدا ان الحشد الشعبي هو سبب الانتصارات التي تحققت في العراق، سواء كان في موضوع امرلي، في موضوع جرف الصخر، في موضوع تحرير ضلوعيه، في موضوع الانبار حديثه. واضح جدا ان الجيش كان موجود لكن لم يستطع ان يقدم شيء، لكن وجود الناس المتطوعين المؤمنين الذين لبوا الفتوى المستعدين للبذل هو سبب مثل هذه الانتصارات. وأنا لا أقول أن كل أفراد الحشد هم أناس يعني مقدسين ومؤمنين، الحشد حشد وطني عام، وفي كل الحروب في العالم عندما تكون هناك حرب ويكون هناك حالة انفعال وغضب ومواجهة وقتل وما شابه تحدث بعض التجاوزات، بعض الأخطاء، بعض السلبيات، لكن الحالة العامة أن الانتصارات تحققت بفضل الحشد، وهذا وبالتالي اللي جعل بعض السنة أو كثير من السنة في المناطق يطالبون بحضور الحشد وليس فقط القوات العسكرية. Our next visit was Beit al-Amir, the house of the prince. This location served as the headquarters for ISIS in the region. كان بيت الأمير بيت تصنيع العبوات الكبيرة الهولية للمدرعات للجيش العراقي. Even though the terrorists had been defeated a few weeks ago, the army who we accompanied were informed that the area still had bombs which haven't yet been removed and as such was unsafe to enter. توكل على الله علاوي لا ينشبه علاوي يا ابو طب جو اخوان صبر ورقه ورقه يلا يلا توكل علاوي لا ينشبه
يا حسين بخير. هاي اللي هسه فجرناها احد الابوات اللي كانت موجوده بهاي المنطقه بهذا البيت الامير، فقمنا بتفجيرها وتفكيكها على حسب المنهج اللي احنا سايرين به بالتطهير المنطقه. طبعا هذا هو بيت امير الفاسقين، امير الدواعش ومعاونه هيثم الذيب. هذا البيت لما طبيناه بالداخل لقينا حقيقه انه عبوات منهوليه، ماده سي 4 شديده انفجار اللي هي اقوى من تي ان تي، كذلك كان مصنع للعبوات، مصنع لتصنيع العبوات المنهوليه والعبوات الاخرى. هاي الماده الموجوده امامكم ماده نترات، كذلك نترات صوديوم يستعملوها مواد تفجير. لقينا بعض الديسكات، الاقراص، وبعض الامور لا اخلاقيه موجوده داخل هذا البيت اللي يسمى بيت امير الدواعش او بيت امير الفاسقين. بل كذلك هذا البيت لقينا بمشنقه اللي الشخص اللي من جماعتهم الشاكين به يلزموه شنقو شنق واعدام داخل هذا البيت اللي هو بيت امير الدواعش. هذا كان بعثي قيادي بحزب البعث المقبور، النظام المقبور، واخوه صباح الذيب كذلك عضو قياده فرقه. بس هاي النواصي، هاي النواصي كانوا يستعملون هاي تفخيخ السيارات اللي يفجروها مثلا كربلاء، النجف الاشراف، كربلاء مقدسه، بغداد، ويستعملون من هاي اطنان، طبعا مو هاي الاعداد البسيطه، اطنان كانوا يستعملوها. هاي النوع من الابوات يسمونها عبوه منهوليه. هاي العبوه طبعا تصنيعها محلي، يصنعونها نفس هذا البيت. شوف هذا بيت الامير اللي كانوا يصنعون به. الماده اللي قبل شويه صورت هذيك الماده، ماده النترات، يخلونها هنا ويخبطون وياها ماده سي 4 ذيك الخلاطه اللي عندهم كانت موجوده هنا، ويحطوا لها فد بورك يسدون هاي الفتحه، ويخلون فتيل انفجاري بها. هذا الفتيل الانفجاري يشدون عليه ساعق كهربائي صغير يتفجر بباتر 9 فولت، ويشدونه على مسطره احنا نسميها. المسطره تتكون من بليتات اثنين حديد، هاي البليتات يربطون بها خط حار وخط بارد، ويخلونها بقراب على مود ما يصير بينها يدخل لها تراب، ويخلونها بالارض. من يجي المواطن او سياره او مجاهد او اي شيء يسحق عليها، بمجرد انه يسحق راح يوصل تيار كهربائي للساعق، الساعق راح يفجر الفتيل الانفجاري، وبالتالي انه العبوه هاي تنفجر. زين يخلون كانوا بيها فد صشم فد حديد فشي، وهذا ذول اللي يسمونهم هم المجاهدين، مجاهدين هم اللي يفجرون المواطنين الابرياء. Even though the army of volunteers was victorious in conquering Jurf al-Sakhar, they still faced several casualties due to random attacks. The army men are visible to the many active ISIS snipers in the area. The region is also vulnerable due to the landmines planted by ISIS as they retreated from this town. شلون هذا تلعبوا؟ لا قناص. قلت لك بسرعه سيدنا، يا ريت الله يخليك تعقيد المدرع اللي حق علي عبد الله. شوف لا اله بعد يتنفس هاي هنا ضرب قناص. لا لا شو اسمه حيدر؟ يلا يا احنا بالسعيدات.
والله على كيفنا جاي نمشي بس انتم جايين تلعبون بيا يلا بعد بي والله بي بعد نفس لا 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 ترى بعد بي نفس لا 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 ابقى انا اضربك هاي الأخوة تحت الساتر أكو قناصي عنهم اليوم بعد بي بعد بي والله هو اسم الله العبوات هاي بعد العبوات هاي مكتوب عليه روح هاك اليوم هذا بيتي هنا لقينا بيعمل اي هذا قاعد ابي سريتنا فجرنا لحد ما لقينا موبايل هالموبايل صرصر بلي بلي منصوب عليها بس الموبايل مطفي هم زين طاف زين بس زين موبايل قل له هيك شيء بس يدقون هم بس يدقون عليه فبالكنس الموبايل وحيره طار بس ردنا نشيل العبوه جواها ساعه تقريبا قبل محرم بثلاث ايام او اربع ايام كان في تحشد قطاعات الحشد الشعبي فصائل المقاومه بهاي المنطقه فبدت ساعة الصفر يوم واحد محرم خلال ثلاث ساعات إلى أربع ساعات جميع القطاعات تحركت سوا القيادة وحدة والحمد لله والشكر يعني سقط الدرب ورفعنا عليه العلم يوم واحد محرم اللي هو كان متزامن ويا رفعة العلم على الإمام الحسين عليه السلام The city of Karbala is a focal point for millions of Shia Muslims around the world. Karbala is a holy and sacred site upon which the tragic martyrdom of the grandson of the Holy Prophet Muhammad, Imam Hussein, and his brother Al-Abbas, other close family members and companions took place. We speak to the head of the regional governor of Karbala, Nasif Al-Khattabi, on the importance of securing Karbala. كربلاء فيها أمن استراتيجي كربلاء منها خط أحمر اليوم هناك عمليات عسكرية مهمة تبعد أكثر من 350 كيلومتر بعيدا عن كربلاء هذه جزء من استراتيجية أمن كربلاء يعني لا نقبل أن يكون العدو على حدود كربلاء بالمطلق لا نقبل أن يكون العدو على مقربة 50 أو 100 كيلومتر عن كربلاء بالمطلق كربلاء المقدسة مدينة آمنة ومستقرة ولعله أأمن أكثر أمناً واستقراراً من مدن وعواصم في المنطقة. Our final stop saw us visit Amriya al-Falluja. This location is a critical intersection between Karbala, Baghdad and Falluja. The bridge paved ways to thousands of cars fitted with bombs and IEDs transported to Baghdad. Many of these bombs targeted areas populated by Shias. Until today, Baghdad sees violence. آلاف السيارات. هنا أنا بهذا الطريق هذا الطريق رابط طبعاً. كانوا يصنعون السيارات والعبوات هنا بالمنطقة الفاضلية وينقلون السيارات والعبوات مالتهم عن هذا الطريق. اللي هو يربط طريق بغداد اللي يربط باليوسفيه وايضا يربط منه انا طريق بابل اللي هو علم سيب وايضا يربط طريق كربلاء فكانوا العبوات والسيارات كلها يمررونها من هذا الجسر Official figures say at least 100 Iraqis are killed on average per day due to bombings in the Iraqi capital فضل المجاهدين عتب الحسينيه عتب العباسيه طبعا مسميات كثيره بدر مؤسسة رضوان نظمت عمل إسلامي فضل كل المجاهدين اللي ما أذكر أسمائهم تحررت هاي المنطقة انتهت شغلة التفجير بالعبوات والسيارات الناس والدليل أنه الزيارة الأربعينية ماكو أي تفجير بأي سيارة كربلاء المقدسة اليوم عندما أنت واكبت زيارة أربعينية الإمام حسين هذا العام أكثر من 22 مليون زائر من ضمنهم أكثر من
ما يقارب 4 مليون زائر عربي وأجنبي من خارج العراق، وهذه الأعداد في تزايد، وأنا أتوقع أن تضاعف هذا العدد في العام القادم بالنسبة للزوار الأجانب. Many claim that the Iraqi army were defeated in Mosul because they gave up. However, with the emergence of the voluntary army, their victories have continued to liberate several areas, including those north of Baghdad. The Iraqi voluntary army has faced accusations of sectarianism and killings of revenge. The Iraqi government is currently investigating these accusations. The new Prime Minister, Haider al-Abadi, eagerly wishes to merge the voluntary army and the main forces of the Iraqi army. Together, they can fight and defeat ISIS. But this still is a long distance away. من بعد ما تم طرد العدو نعمل الآن على منع العدو من العودة لهذه المناطق والعبث فيها، ويوجد هناك تنسيق وتعاون تام مع القوات الأمنية، جيش وشرطة، وحتى مع السكان المحليين. الآن كثير من العوائل التي هجرت بسبب أعمال داعش عادت إلى هذه المنطقة وتعيش بأمان. الآن داعش في مرحلة الهزيمة، سابقا كانوا مهاجمين، الآن مدافعين عن نفسهم مهجومين، والقوات الأمن، الأجهزة الأمنية، الجيش، شرطة الاتحادية، معهم قوات الحشد الشعبي وتعاون المواطنين، حققوا إنجازات وحرروا مناطق استراتيجية مثل جرف الصخر وما حدث في آمرلي والضلوعية ويثرب وبلد وسامراء وبيجي، ونحن زاحفون بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والجيش والقوات المسلحة والحشد الشعبي، زاحفون نحو بيجي الآن إلى أن نذهب إلى الشرقاط، وداعش يتحصنون في الشرقاط حتى لا يتم اقتحامها. المعركة مستمرة والانتصارات سريعة، والجيد في الأمر أن المناطق التي يقطن فيها السنة متعاونون ويتعاونون معها لتحرير أراضيهم من سلطة داعش، كما يحدث الآن في بيجي وكما حدث في كل محافظة الأنبار، يتعاونون مع الحكومة لتحرير هذه المناطق. The Iraqi army and the volunteer force have successfully recaptured a number of fallen cities from ISIS. They have also captured and brought to justice criminals involved in operations. We exclusively speak to an ISIS prisoner who we believe was not under any pressure to confess. صار واحد هناك سيد منطقتنا دعانا انتم وياهم سيدي وانتمت وياهم، جيت على طريق سامرة بغداد وقررت ودي شخص اسمه حج فاضل البغداد، سيدي جبتها وجيت وسلمت الحج فاضل البغداد بالجادرية، سيدي سلمت لي اياه ورجعت للبيت بغداد. بغداد سيدي. ثانية سيدي عملية ثانية، سيدي وديت سيارة وفرخة خلي النجف سيدي، سيد هم خابرني قالت تجيني المرأة، فرحت سيدي بيت الثانية من الصبح، جبت سيارة هم سوناتها سيدي، هم على نفس الطريق طريق سامرة بغداد على بغداد سيدي، وطلعت بيها على النجف سيدي، وصلت المغرب طبقتها أمام حسينية سيدي، وبعدين صار وقت أذان المغرب، جاء أذان المغرب سيدي. طبقتها سيد أمام الحسينية وأبرد سيد على الشارع، أخذ التاكسي للجراج، جراج بغداد سيد، من وصلت جراج بغداد نفذت على السيارة سيدي فجرتها بالنجف. بالنجف سيد تاريخ 11/9. ما أحبش من الله، ولك يا قايل أريد فلوس أنا أعطيك فلوس، يا قايل أريد بيتي أنا أعطيك بيتي، يا قايل أريد أجد عيوني أنا أعطيك عيوني، ليش كتبت بيدي؟ بس العملية الأولى كانت ببغداد. بغداد سيدي. والثانية بالنجف. بالنجف سيدي. فجرت سيارتي. إي سيدي. وش العملية الثالثة؟
العملية الثالثة سيدي بالبصرة هم خابرني سيدي نفس خابرني بالله قال باكر من هو خابرك نفسي هذا؟ سيدي أبو عباس مسؤول المضافة مالتنا مسؤول المضافة أبو عباس هي. سيدي عاد طاني هم سيارة سوناتا سيدي 2011 سيدي هم جيت بيها على نفس الطريق طلعت من الصبح سيدي أم على سامرة بغداد سيدي وبيتها بوقتها سيدي بغداد بعدين ثاني يوم الصبح أخذتها للبصرة سيدي سيد وصلت البصر حوالي 12 ونص الظهر سيدي طبيت منطقة اسمها العشار ظلت افطر بها لقيت قراج بصف السوق سيدي خليتها بالقراج وطلعت من القراج سيدي عاد اخذت تاكسي من هناك سيدي للقراج بغداد قبل اوصل قراج بغداد سيدي نفذت على السيارة وفجرتها العملية الرابعة العملية الرابعة سيدي هناك كربلة سيدي محافظة كربلة هنا سيدها من نفس الشغلة خابرني قالت تجينا باكر سيد رحت لها من الصبح عاد بيت الثانية من الصبح سيد جبت بس هالمرة سيد جبت وياي انتحاري سيد سيارة جبت انتحاري وياك على صوتك اي سيد جبت وياي انتحاري سيد بسيارة ستاركس اي سيد يعني سيارة مفخخة سيارة مفخخة ويسوقها انتحاري اي سيد ليش واضح لنا خلينا نفتهم اي سيد اعطاني سيارة سيد بيها انتحاري سيدي قال سيارة ستاركس قالت تاخذ وياك يفجر نفسه هناك على سيطرة سيدي محافظة كربلاء عاد سيدي جناني هم على نفس الطريق سامرة بغداد سيدي جينا على بغداد سيدي اتجهنا باتجاه محافظة كربلاء سيدي قبل اصل السيطرة مسافة انا نزلت سيدي والانتحار اخذ السيارة من عندي كمان طريقة على السيطرة مدخل كربلاء هذه؟ مدخل كربلاء سيدي السيطرة الرئيسية مال كربلاء سيدي عاد سيدي أنا عبرت على السيد الثاني طلعت أراقب بي ما شفت طرد السيطرة نفذت على السيارة فجرت لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين الله أكبر لا إله إلا الله يعني فجرت ستاركس وانتحاري بكربلة بالسيطرة سيطرة رئيسية مال كربلاء يعني تقريب شفت الانفجار؟ اي سيدي شفت الناس اللي ذبحت؟ اي سيدي مو؟ اي سيدي وش قد تطلب فلوس عليها؟ سيدي على كل عملية 150 ألف يعني تذبح رؤوس العالم وتيتم الأطفال وترمل النساء وتحرم الأمهات من أولادها على 150 ألف دينار لو مش توب ما تحصلين؟ إيش اللي حصل؟ زين سبب الحقد هذا اللي عشي عشينه ليش؟ ليش تحقدين أشياء؟ يعني؟